شاء الله يكون فيها العام المقبل بإذن الله. طيب نطلع التيكت ولا نعمل ايه؟ نطلع التيكت بقى يا جماعه. التيكت ده انا مش عايز اقول لكم، انا ماشي كاني ماشي بمخدرات والله العظيم، واول الناس اللي طمعانا فيها في القناه انا، ومش عايز اقول لكم بيهددوني كل شويه، لكن انا قدرت ان انا احافظ على التيكت دي. يلا نستقبل بقى الرجاله اللي فازوا معانا، الرجاله الاهلاويه. مساء الفل. قول لي اسمك. مهدي محمد. اول يعني حد كسب معانا الجماهير الاهلاويه الوفيه جدا جدا يا جماعه، اللي يعني بعتوا بدل الكومنت. انا كنت قلت يعني نعمل مسابقه خفيفه كده، لقيت 15000 حد وانا معايا 10 تيكت. ان شاء الله هحاول بعد كده ان انا ازود لكم التيكت على قد ما اقدر. مهدي صدق يعني الناس اللي ما كسبتش قالوا ان احنا عارفين الناس، والله العظيم احنا بنعرف حد، وكنت عامل السحب بمنتهى المصداقيه يعني، وربنا اللي يعلم. انا في الحاجات دي والله العظيم لو ابني حتى طلب مني تيكت، وفعلا طلب مني تيكت وانا ما كانش معايا غير 11 تيكت اللي انا جبتهم للناس، وجبت كمان تيكت لواحد مش عايز اقول لكم عمل ايه على الفيسبوك عشان يحضر المباراه، وجبت له تيكت الحمد لله. فالموضوع يا جماعه والله العظيم انا اللي اعرفهم واول مره اشوفهم ومن غير حلفان يعني، صدقونا احنا عندنا مصداقيه وشفافيه عاليه جدا جدا جدا. مهدي شكرا جدا، وان شاء الله قلبك بقى بكره وانت نصيت على فرقتك. مساء الفل. احمد سمير اتفضل يا نجم. عايزين بقى تاكل كويس قبل الماتش؟ يلا قول لي. ايمن جمال. ايمن جمال اتفضل يا نجم. ايه الشياكه دي؟ اسمك ايه؟ سعيد. عصام. كان في اكونت يا جماعه لازم نعرفه اللي هو مش عارف انا مفيش زي و... احمد محمود. اتفضل. يوسف. يوسف مصطفى. عندك كام سنه؟ هتسافر؟ شجع جامد جامد. اهلا. اهو هو ده يا جماعه، مش عايز اقول لكم اقطع قلبي، احنا على الميديم ولا على اللونج يا بيبو؟ اقطع قلبي يعني، مش عايز اقول لكم عمل ايه يعني، انا ممكن انتحر لو ما خدتش تيكت. وصح صح. الحمد لله. اسمك ايه معلش؟ محمد عمرو. محمد عمرو. اتفضل يا نجم. شجع بقى من قلبك. لسه في يا جماعه اهو يعني، لسه مستني الناس في 3 تيكت. طبعا انا عارف ان القناه والاعداد مش عايز اقول لكم الكاميرات مستنيني عاملين ازاي، لكن الثلاثه تيكت دول انا هحافظ عليهم جدا لغايه لما الثلاثه ييجوا ان شاء الله، هم جايين في الطريق. لا مش هديكوا حاجه، انا اتيل التيكت ده يعني، احنا مش عايزين نزعل جماهيرنا مننا. ان شاء الله تيجوا، مستنيكم في الطريق. والثلاث تيكت هم محجوزين. الثلاثة تيكت يا جماعه او التيكت اللي خدته الناس هو تيكت للمقصوره الاولى شمال علوي، يعني الاولى شمال اكيد مقصوره علوي. ان شاء الله كل التوفيق لجماهيرنا. اولى شمال، مقصوره، في الارض، في السطوح، اي حاجه صوتكم بيهز اي ملعب وبيخوف اي فريق، وبيدي دفعه لفريق نادي الاهلي وبيدي له معنويات عاليه جدا. ودايما بقول وبكرر المره المليون، انتوا بتطلعوا من اللعيبه حاجه محدش بيقدر يطلعها غيركم. كل التوفيق وكل دعواتنا من قلبنا، وطول ما احنا بندعي من قلبنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب يا رب يا رب يا رب، من هنا للسنه الجايه بكره ان شاء الله يفرحنا باهداف جميله في مباراه الذهاب عشان نكون مستريحين في مباراه العوده. قادرين ان شاء الله باذن الله قادرين. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. عندنا قاعد معاكم يا رب بس ما تزهقوش مني، عندنا يعني فقرات كثيره جدا يا رب ان شاء الله تحوز اعجابكم. هنتكلم في كل حاجه، صحافه، فنيات، جماهير، هنتكلم في كل حاجه، اسئله. لو حضراتكم عايزين تتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك الاهلي الاهلي تي في، ابعتوا لنا اي اسئله وهنعرضها قدام حضراتكم وهنناقش ضيوفنا الكرام فيها. فاصل استنوا.